السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوسينا كون حنان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نتمنى تشوفوا معنا فيديو اليوم اللي غادي نديرو فيه واحد الوصفة شرقية تقليدية اللي هي اللوبيا غريني، اللي حنا هنا نقولو لها غريني، وهي اللوبيا فريك. قبل ما تلبس تكون عاد في الجوا ديالها. غادي نستعملو ديالة نتاع العجل، اللفت المحفور اللي هنا في المنطقة ديالنا نقولها اللفت المرة، الزيت، الملح، التحميرة، الخرقوم، الفلفلة، وسكينجبير، حبة مطيشة، بصلة، ثوم، والقليل من المعدنوس والقزبر. هاد الوصفة معروفة عندنا هنا بزاف في المنطقة ديالنا. ونعاود نذكركم اللي ما يعرفهاش، اللوبيا غريني أو اللوبيا فريك هي اللوبيا قبل ما تيبس تكون عاد في الجوا ديالها، تكون عاد طرية بحال الجلبان من يكون طري قبل ما يلبس. وهو طبق محبوب جداً